مرحبا سيادة المدير، أنا المدعية ليلى تركمان. آسفة أزعجتك بهذا الوقت، بس في موضوع مهم. نحن شلون تركت الخال لحاله؟ كنت رح قلك بلا ما نتركه بناخد تاكسي ومنلحقه. بعتت سير الزال على قبر خالي زهر؟ قلت لك بعتت شبك. استغفر الله استغفر الله، وينو هالزلمة؟ ذنو ساح بالسوارق يعني؟ سيدي كأنه هون في شيء. مخبي كاميرا هون. من هلا ورايح انا بحلها. بكفي بقى ليلى، خلصتي علي على الاخر. ألا تريد أن تعرف ماذا وجدنا في البيت؟ كما تريد. ألا تريد أن تعرف ماذا وجدنا في البيت؟ كما تريد. يلا ليلى ردي حاجة الدللي، خلص فهمنا بقى. شكر سلوى، وإلا ما كنت برد. ليلى كرمال الله قولي شو لقيتي، أنا عبموت هون. اللي حابة إلك يا رح لحق سلوى 31 أيار. إذا عملتي معي هالمعروف ما بيكون اسمي ميماتي باش إذا ما بردلك يا عشرة.
شكو شكو تعال وين رايح؟ تعال شكو يلا سبتوه اربطه منيح حرك اربطه منيح جمال وجودي عندك هون خطر كبير عليك لو كنت محلك بقوس براسي بأسرع ما يمكن إذا بتبقى هيك جماعتك هدول رح يخونوك ورح يروحوك معي أنت ريح حالك لبين ما توصل لقنديلي ما حدا رح يعمل لك شيء ما بتعرف قديش ريحتني هيك يا جمال ماشي ايمي نشوف كتر خيرك طلع فيني اذا ما بيوصل هذا الزلمة عايش على قنديلي ابقى اوصك بقوصكم كلكم عند اللزوم يا رفيق تراقبني لي ماشي تأمر سيادة الرئيس ايه منيح يلا روح روح وانت روح من هون لك يلا تحرك وانت روحوا يلا يلا انتوا تعالوا تعالوا معي عم نجي تعالوا لهون يلا امسكوا ايدين بعضكم يلا لك شفتوا لي الزازة كيف بس ايده لنهاد شفتوا يلا تعالوا لنفوت طلعوا منيح هلا ولك عن جد انت واحد فاشل شو راح تسوي برافو مانك فاشل والله ما انا فاشل لك شو اللي عم يصير انصوني هذا الزلمه عم يحترق خلونا نطفيه Ah! Ah!
كان تجيبوا لي سيارتي؟ طبعا مدام. لنروح ونخلي جد عمر يلعب ابني الحلو. ما رح يضل في شي ابدا يا اميري. ما رح يضل فيك شي يا حبيبي ابدا. ابني حبيبي روحي. يلا يا قلبي يلا. ها اجت السياره. يلا تعال. هلا بدنا نروح بسيارتنا. يلا لحتى نركب فيها. سرحان وينه؟ انت الشاب الجديد؟ ايه اخي انا جديد هون. ايه ماشي. تعال لشوف يا حبيبي تعال. سيادة القاضية ما اخذتي ورائك جديدة؟ بس هن ما قالوا لي شي. شو رأيك جيب لك اياهم لهون؟ ايه احسن بلا ما اترك ابني. نحن هون مدام اذا بتحبي روحي. ايه بروح وبرجع بسرعة. رح رجعها حتى ما تسكر الطريق. ماشي. لك وقف. وين رح توقف؟ وقف ابني. لك رجع لهون. شاهين أنا ما بعرف. بحلف لكم يمين ما بعرف. اتصل تليفون وقال عندي شغل رح أتأخر. عابد حطوه بشي غرفة وسكروا عليه ونطفوا قدام الباب بلا ما ينتبه الزلمة لما يجي. ايه أمرك معلم. تعال على مهلك مشان الله. آخ يا رجلي. مشان الله خلوني روح داوي رجلي. أهلين عمران. شو؟ ليلى معها خبر؟ طيب ماشي. شو صاير معلم؟ تعرف هي القاضية يلي ابنه مريض. واحد خطف ابنه من عندنا من المستشفى. أستغفر الله. الناس طائع عقلها. معلم خطرت براسي شغلة. شو؟ لا يمكن ما توصل لهالدرجة. احكي عبد الحي. ليكون في حدا خادع الست انجي. لا مستحيل توصل لهالدرجة. Thank you.
الزلمة رح تلاحق السيارات من بعيد، احتمال لأي شيء. شو رئيس؟ هيك عم بتوترني ها؟ بدنا نشحن ذهب ولا شو؟ أهم من الذهب، لما بتشوف رح تعرف. بدك تدخل التاريخ يا رئيس، ما بقى حدا يقدر يوقف قدامك بالمنظمة. حكيه مظبوط يا جمال، قريب كتير رح تصير من التاريخ. كارا، المحل اللي رايح عليه في كل وسائل الراحة، ركبوه. يركبوا الشباب كمان وحملوا البضاعة. يلا خلينا نمشي. يا ابني لا تبكي، امك جنبك. لا تبكي لا تبكي يا حبيب امك. ست انجي، وفيت بوعدي. خلي الهان يحمل الولد ونحن بنوقع الاوراق اللي بيناتنا. طبعا. جاهزة. فرحتني كثير يا سيد يشار. جاهز سيدي. يلا تحركوا. ماشي.
شو الرجال تبعي وينهم؟ لك انتو شو بدكم مني؟ انا زلمة بشتغل بالشحن وبس، ونحن حابين انه نسافر بس ناقصنا رفيق طريق. انت بتشتغل بالشحن وبتعرف كارا وينو؟ مين هاد كارا؟ انا ما بعرف حدا بهالاسم. ما بتقرا جرايد كمان؟ اذا بدك تكذب كذب مثل العالم. بتعرف لوين بعتين كارا؟ ما بعرف لوين رايح. معناتها ما بتفيدني بشي. وقفوا، اذا ما بتقتلوني بعرف لكم محله. في بالشاحنات جهاز جي بي اس. عود هون لشوف. واحدة من هدول الشحنتين رايحين باتجاه الشرق. إذا عم تكذب بجي وبلايك، عم تفهم؟ بأمرك. البطاقات عن جد؟ ايه طبعا. بس هيك منتبهدل قدام الناس؟ شلون بدنا نتبهدل بقى؟ على الاقل لو كاتب 2013 31 ايار 2012 بالضبط. خليني شوف الدعوة. كاتب العنوان بالسجن؟ ميماتي انت شو عم تعمل؟ ولا شي، عم بستنى يوم خروجك من السجن. سيدي، المجني عليه مصور الحادثة كلها ومبين بالتصوير بوضوح انه موكلتي كانت بحالة دفاع مشروع عن النفس. لو كان كنان قطرجي عايش ما كانت سلوى شاكر سلوى باش عايشة اليوم. نتمنى منكم تطلبوا إطلاق سراحة.
سجلت رقم السيارة؟ 43 سامسونج ترابزون. هاتاي 57. خير إن شاء الله، شوفي بالشاحنة. أخي ذو الفقار، المنظمة عم تحاول تطالع شغلة كتير مهمة لإلي برات البلد. طيب تعرف هنن بأي جهة؟ صار لهم ساعتين طالعين من اسطنبول، بس ما بعرف بأي جهة راحوا. ماشي أخي مراد، أنت لا تشغل بالك. هلأ رح أتصل بالشباب باللاسلكي، كل شوفيريت الشاحنات بتركيا رح يصيروا تحت خدمتك. عبد الحي، احكي مع الطيار، خلي جهاز الهليكوبتر. أول ما رح يصلنا خبر رح نروح لعنده دغري. معلم هدول بس يشوفوا حالهم مزنوقين دغري رح يقتلوا لك كارا. طيب شو بدنا نعمل؟ إذا وصل على قنديلي رح يخلوه يتمنى الموت. الشباب اللي طلعناهم بالشاحنة الثانية ما قدروا يخلصوا على مراد؟ للأسف لا سيدي، مراد على مدار قتل كل رفقاتنا. المهم خلينا مراد على مدار يلتهي فيهم، والشاحنة اللي فيها كارا نفدت منهم. إذا مراد على مدار بده ياخد كارا صار لازم يجي على قنديلي. ألو، لا تخافوا كل شيء تمام، طريقكم نظيف. عفوا سيدي، زعوا لكل الشوفيرية معلومات عن نمرة الشاحنة تبعنا. ذو الفقار خلى كل شوفيرية الشاحنات على الطريق يلاحقونا. طلعوا من على الطريق الرئيسي وبدلوا لوحة الشاحنة بمكان فاضي. عفوا سيدي، إذا بتسمح لنا رح نتخبى بمكان هادي وبس الوضع يهدى شوي منكمل. عمل اللي عمل لك عليه، ما لازم نضيع الوقت تبعنا أبدا. هنن عم يدوروا عليكم بمواقع تانية. غير لوحات السيارة وخبرني. شو هاد؟ أخي العروس شو رح تركب؟ هاي سيارة العروس. ميماتي أنت قلت لي 31، بس ما توقعتك جدي هالقد. يعني رح نطلع من السجن ونروح على العرس؟ لا روحي، بالأول رح تروحي على البيت ورح تلبسي توب العرس، وبعدين رح تروحي على الكوافير، وبعدين رح نجيب بابا عمر وماما نازك والبقية ونجي، وكلنا سوا رح ناخدك من البيت منعمل دورة بالسيارة ومنروح منشان ننبسط بحفلة العرس. ما في داعي لكل هالشي، بكفينا نروح على البيت. مستحيل اقبل بهالشي، الكلام بيطلع من التم مرة واحدة، وقلت انه رح نعمل اكبر عرس شافوه الناس بحياتهم. ميماتي بالاول خلينا نمر على ليلى، بدي اتشكرها. ليلى رح تجي على العرس وهنيك بتتشكريها، هلا بيكون عندها شغل. يلا حضرة المدعية ما تشغلي بالك، جهزنا فريق خصوصي ليلاقي الطفل. كل زملائنا هلأ بالقسم عم يشتغلوا على هذا الموضوع. الطفل مريض كتير، كل دقيقة بتمر مهمة كتير بالنسبة لصحته. فتشتوا بكل البيوت تبع إنجي تترقغلو؟ فتشنا أستاذة، ما في أي خبر لا عن إنجي ولا عن الطفل. حضرة المدير، إنجي تترقغلو مرة غنية كتير، يمكن عندها طيارة خاصة أو شيخت، لازم نمنعها تطلع بالولد برات البلد. حضرة القاضية، عم نراقب كل وسائل النقل اللي ملكيتها لعيلة تتر أوغلو، إذا حبت تستخدم واحدة من هالوسائل رح نمسكها فوراً، لا تشغلي بالك. حضرة المدير، الطفل عم ياخد دواء خاص، وهذا الدواء ما بيلتقى وين من كان. إذا بتدوروا بالصيدليات وبتدوروا بمخازن الأدوية يمكن نوصل لطرف خيط. تفضل، هذا هو الدواء. رح خلي الشباب يدوروا على الصيدليات، إذا اشتريت الدواء رح يصير سهل علينا نلاقيها.
لأنك استضفتيني عندك تقلت عليكي. معقول هالحكي يا ست إنجي؟ ولو كل شي بنملكه هون بفضلكم، بس هالطفل مبين عليه مريض، خلينا نطلب له دكتور. كله بسبب مراد، بعد عني ابني وخلاه يمرض، بس أنا رح دبرها لا تخافي. لا تبكي حبيبي، يا شار آغا رح أطلب منك آخر معروف، أنا بحاجة دكتور ما بيحكي. روح من هنيك بعدين لف على اليمين. زينان، اللي شو كان رقم لوحة الشاحنة تبعه؟ ماشي يا ذو الفقار، شكرا لك. شو لأول معلم؟ شايفين أبو السال عم يفوت بالطريق الفرعي، خبروه مشان يسكر الطريق. معلم بس ما يكون طعم، اللي بده يروح على قنديل شو اللي رح ياخده لهني؟ عبد الحي هدول عم يحاولوا يطلعوا له برات البلد، وبعدين كل شي رح يسهل بالنسبة لإله، بدهم يطلعوا من تركيا. سلام يا اختي. ان شاء الله بتنذكر وما بقى تنعاد اختي. تسلم رئيس. امين. يعني الا بدكم تجبروني رد عيد الحكي اللي حكيته 100 مره. اي اولاد بلدي جايين يباركونا، شو نساوي نرجعون يعني؟ طبعا لازم ترجعون. يلا يلا روحوا ظبطوا شعراتكم، ما عاد عنا وقت. نيماتي بدك تجنني؟ لسه ما بنعرف إذا مراد رح يجي. خلينا نعمل العرس، وإذا ما لحق بنرجع من عيده. ماما أنا رح جهز حالي. نيماتي، في حدا بيعمل عرسه فجأة؟ نص الناس ما عندهم علم. قوليلي مين ما معه خبر وأنا بعزمه. شفت القائمة يلي بعتها وما لقيت متى. ليش؟ شو خلفناه ونسيناه لمتى؟ الزلمة مانو مقصر معنا. هذا عرس مو عشا خيري ولا حفلة مولد. ليش هذا مو عرسنا كمان؟ ولا بس عرسك انت؟ نهاد بس تتزوج انت تعزم الناس اللي بدك ياهن على عرسك. انا جاهزة ماما. شو ما بدنا نروح؟ أكيد رح نروح. مبلغ 50 مليون دولار قليل بالنسبة لميماتي.
إذا سمع ميماتي بالرقم رح يأوصك ويقول لك هذا هو سعري. في شيء اسمه مبارزة يا معلم جمال. أنتم متعودين على المبارزة السياسية ونسيتوا المبارزة التجارية. اللي كان على رقم حقيقي مشان يكون قد المبارزة. هلأ مراد وميماتي هنن أعدائك أكثر مني، يعني لازم تعمل هالشي بدون مقابل، ومع هيك رح أدفع. اليوم هنن أعدائي، بس يمكن بكرة يكونوا الناس اللي رح شاركن. إذا كنت حابب تأخذ بتار قتل ابنك لازم تكون كريم كتير يا يشار آغا. و50 مليون تانية هدول لحسابك مو للمنظمة. بتقلن إنك قبضت 50 مليون وما حدا بالآخر رح يعرف. يا يشار آغا هلأ صار فينا نقعد معك على البازار. سيدي وصلنا خبر مسكرين الحدود. خير شو صاير؟ في شي مهم؟ ما في شي مهم، خلينا بشغلنا. هذا تار ابنك الوحيد، بيستاهل انك تدفع اكثر. اللي من الاخر قديش بدك؟ انت اعطيني شي رقم وانا موافق، رقم تبين فيه مكانتك كآغا.